السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع المجي. مرحبا بكم في حلقة جديدة في شرح مصور جديد. إن شاء الله تعالى غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا من بعد ما تعرفنا على مجموعة ديال المدارس ومجموعة ديال المعاهد، وكذلك تاريخ صرف المنحة وكيفاش ممكن أن نتجو في المنحة وغيرها من المواضيع اللي ممكن طبيعة الحال أنكم تستفدوا منها. كذلك هضرنا على لي كونكور باك بلس 2 باك بلس 3، دونك حاولنا نوعوا السلسلة ديال اللقاءات ديالنا. وكذلك كما تبعتوا معنا فكان واحد المنتدى وطني افتراضي للتوجيه اللي جبنا فيه واستضفنا فيه مجموعة ديال الطلبة والطالبات، مجموعة ديال السادة الأساتذة وعمداء ديال الكليات. دونك غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا ونقدم لكم مجموعة ديال المعلومات بخصوص مجموعة ديال المدارس والمعاهد. أصدقائي، اليوم إن شاء الله تعالى فاحنا غادي نشدوا الترحال إلى مدينة فاس باش أنا نهضروا على المؤسسة ديال دار الحديث الحسنية. دونك قليل الناس اللي كيعرفوا هذه المؤسسه. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم ولع وكذلك عندهم اهتمام بالسنه النبويه الشريفه وكذلك بالقران الكريم وبغاو انهم يمشوا في هذا الدومين، فان شاء الله تعالى في هذه المدرسه فهي غادي تحقق لهم مجموعه ديال الامال وكذلك تفتح لهم ان شاء الله تعالى بيبان الخير ان شاء الله. دونك اصدقائي كنمشيو لجوجل تنكتبوا دار الحديث الحسنيه، بعد ذلك تندخلوا للسيت ديال المؤسسه. من بعد ما كندخلوا كتشوفوا معايا هذا هو السيت. دونك صراحه عجبني لو سيت. دونك حنا اللي كيهمنا اصدقائي هو تمشيو تنقلبوا في هذا السلايدر شو، وبعد ذلك تنقلبوا على الكونكور اللي تفتح. المهم كتبقاي تقلبوا هنا حتى كتلقاو اعلان. انا غير باش نشرح لكم ما لقيناه كاع. دونك هذا هو الاعلان، دونك غادي تقلبوا عليه ولا غادي نحط لكم اللين ديالو ديريكت وغتلقاو فيه اعلان عن مباراه سيك اولو سيك التكوين الاساسي المتخصص برسم السنه الدراسيه 2020 2021. من بعد ما تدخلوا هذا هو الاعلان، ممكن ترجعوا للبي دي اف، ها هو البي دي اف هنا وترجعوا لي وغادي نشرح لكم ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله تعالى. دونك حاولوا تنتبهوا معايا، واذا ما فهمتوا شي حاجه فدائما وابدا انا راه الاجاره. دونك كاين هي السيد مدير مؤسسه دار الحديث الحسنيه الى علم الراغبين في ولوج سيك التكوين طبيعة الحال بان المده ديال التكوين في هاد المدرسه فهي فيها 8 فصول، منها فصلان تحضيريان يعني في السنه الاولى، وكذلك وتتوج بالحصول على اجازه دار الحديث الحسنيه في علوم الدين. بالنسبه للمباراه ان شاء الله تعالى فهي غادي تجرى يوم الاربعاء والخميس 14 و15 يوليوز 2021 بطبيعة الحال في المقر ديال المؤسسة اللي كاين في شارع الزيتون رقم 456 حي الرياض الرباط. دونك هاد المدرسة كما سبق لي قلت لكم فهي تابعة لجامعة القرويين بفاس، وكتشمل على الاختبارات الكتابية الآتية. غادي يكون اختبار ان شاء الله تعالى في الثقافة الإسلامية، المدة ديال هاد الاختبار هي ساعتين، وغادي يكون المعامل 3، اختبار في اللغة العربية لمدة 2 ساعة والمعامل 3، واختبار كذلك في اللغة الفرنسية والمدة ديال الاختبار غادي تكون 2 ساعة والمعامل غادي يكون 2. بالنسبة كذلك الاختبار الرابع فهو اختبار في اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية على حسب اللغة الثانية ديالك أنت، المدة ديال الاختبار غادي تكون 2 ساعة والمعامل بطبيعة الحال غادي يكون 2. بالنسبة للشروط باش أنك ترشح لهاد المباراة فخصك ضروري أنك تكون حاصل على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي بطبيعة الحال، أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي العتيق، ولا شي شهادة اللي هي معترف بمعادلتها. وشريطة أنك تجيب هاد المعادلة ديال هاد الشهادة، ولا تكون كذلك شريطة أن تكون الشهادة مقدمة مسلمة في السنة الدراسية الجارية أو السنة الدراسية الماضية، يعني الناس اللي عندهم باك العام ولا الباك اللي عندهم العام اللي فات، وما تكونش نازل على المعدل ديال 12 على 20، وألا يقل المعدل المحصل في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية في السنتين عن 12 على 20. ضروري خصك تجيب في المعدل ديال البكالوريا خصك تجيب 12
ياك 12 على 20. وكذلك نجي في اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ولا اللغة الإسبانية، نجي فيهم بطبيعة الحال في السنتي البكالوريا، يعني في السيزيام وفي الباك خصك تجيب 20، 12 على 20 عفوا. بالنسبة للمقاعد المعتبرة عليها فغادي يختاروا هما 40 واحد، هما اللي غادي يكملوا الدراسة ديالهم. بالنسبة للمكونات ديال الملف، طلب مكتوب موجه إلى مدير المؤسسة، كتبين فيه الاسم ديالك وكذلك الاسم العائلي ديالك والعنوان ديالك ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وكتحدد اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية من بين اللغات الآتية: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية بطبيعة الحال، ولكن الإنجليزية بالنسبة لنا احنا كمغاربة، فكان اللي كيقرا الإنجليزية وكان اللي كيقرا الإسبانية. وكذلك نسخة من الشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء. هذه كما قلت لكم، هذه فهي خاصة بدوك الناس مثلا اللي عندهم شي حاجة مطابقة المعادلة، مطابقة المعادلة ديالها لشهادة البكالوريا مثلا. وكذلك أصل كشفي النقاط المحصل عليها في السنة، سنتي ديال البكالوريا، يعني كنهضروا على الامتحان الوطني وكذلك الامتحان الجهوي. ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، يعني خصك تشد لا كارت ناسيون، خصك تمشي تقاليزيها. بالنسبة كيفاش غادي تشدو، بالنسبة للموظفين يودع المترشحون لغير هذا الشيء، يعني لغير الموظفين، فهاد الشيء هاد الملفات ديالهم الخاصة بالترشيح ديالهم فغادي يديوها لإدارة المؤسسة مصلحة الشؤون الطلابية ولا الطلبة، ولا يمكن لهم أنهم يصيفطوها عن طريق البريد. العنوان هو شارع الزيتون رقم 456 حي الرياض، صندوق البريد 6543 العرفان الرباط. بالنسبة لك الناس الموظفين ولا مترشحو الموظفون، فيتعين عليهم إرسال ملفات ترشيحهم عن طريق السلم الإداري مرفقة بموافقة الإدارة التي ينتمون إليها. ضروري أنكم تجيبوا واحد لوتوريزاسيون باش أنكم تحطوا الدوسي ديالكم عن طريق السلم الإداري. وآخر أجل للتوصل بملف الترشيح بطبيعة الحال هو غادي يكون نهار الأربعاء 30 يونيو، يعني بقى تقريبا 11 يوم. وحنا كنديرو هذا الشرح على الساعة 4:30. وكذلك بالنسبة للنتائج ولا نتيجة الانتقال الأولي وعن مواعيد الاختبارات الكتابية في مقر المؤسسة، ولا غادي يتم الإعلان عليها كذلك في من خلال الموقع الإلكتروني اللي هو هذا اللي دخلنا. غادي نحط لكم اللين ديالو، هو هذا، غادي نحط لكم اللين ديالو باش تدخلوا ليه. يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، وكتعتبر هذاك الإعلان على النتائج سواء داخل المؤسسة ولا في الموقع كتعتبر بمثابة واحد الاستدعاء كونفوكاسيون باش انك تجي دوز امتحان. كذلك يعلن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجيل بالكيفية نفسها، يعني دوك الناس اللي تقبلوا في بصفة نهائية فغادي يجيو يدخلوا للموقع ولا يمشيو ديريكتوم للمقر ديال المؤسسة الدار الحديد الحسنية، وغادي يتابعوا ديريكتوم دوك النتائج اللي تعلقوا في السيت ولا في المدرسة. دونك هذا الشيء اللي كاين أصدقائي، تنتمنى باش أن الشرح يكون نال الإعجاب ديالكم، ونضرب لكم موعد إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة بحول الله وقوته. دونك ونسأل الله التوفيق للجميع. وبالنسبة للناس اللي باقي ما تابوناش في لاشين، تابونا في لاشين وفعلوا زر ديال الجرس، وحاولوا انكم تدعمونا من خلال ترك تعليق اسفل هذا الفيديو ان شاء الله تعالى. ودمتم في رعاية الله وحفظه.